رأى محافظ البنك المركزي الأردني رئيس هيئة المديرين لصندوق الحسين للإبداع والتفوق الدكتور عادل الشركس حفل تكريم الفائزين بجوائز الدورة الثالثة لصندوق الحسين للأبحاث الاقتصادية. وأكد شركس أن جائزة صندوق الحسين للأبحاث الاقتصادية أثبتت وكما هي دائما الأصالة والموضوعية في اختيار حقول الجائزة، والتي انبثقت عن إيماننا المطلق بأن العلم والمعرفة هما الدعائم الأساسية التي تبنى عليها الأمم. قد أسهمت الجائزة في إثراء العمل البحثي في الحقل الاقتصادي، وأسهمت في تطوير الأفكار وتقديم التوصيات التطبيقية المبنية على أسس علمية وسليمة. فالاقتصاد العالمي لا شك بأنه يمر بتغيرات جذرية وسريعة، وتطلب منا إمعان النظر واستشراف المستقبل بعيون واعية. ومن هنا نستخلص أهمية البحث الاقتصادي في توفير المعرفة اللازمة لمواجهة كل هذه التحديات. لقد كانت جميع الأبحاث المقدمة متميزة وتعكس جهودا قيمة علمية للباحثين كافة. إن اللجنة العلمية تشيد بجميع الأعمال التي تقدمت للدورة الثالثة، إذ عكست هذه الأعمال في مجملها الأصالة وعمق البحث والتحليل، علاوة على اتباع معايير وأساليب البحث العلمي الجاد في المجالات الاقتصادية.